النهاردة بحرق عليكم أحداث مسلسل ست الحسن، واللي مش عايز يحرق الأحداث بلاش يكمل الفيديو، تابعوا لنهاية الفيديو علشان نشوف الأحداث اللي هتحصل في مسلسل ست الحسن. ست الحسن اللي بتقوم بالجرائم بتاعتها وبتاخد الدم علشان تستغله في الأدوية والأعشاب والوصفات اللي بتعملها. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل في الحلقات الجاية من المسلسل. هيتم اكتشاف جثة زليخة وخالد صبا وأم حصة، ودي جثة زليخة، وطبعا أم حصة لسه ما تقتلتش، وده اللي هيكون في الحلقة الثالثة أو الرابعة من المسلسل، هتموت أم حصة. وكمان هنشوف في المسلسل إن هيتم اكتشاف كل الجثث من تحت الأرض، واللي هيكتشف كده هو الضابط أحمد خالد، وده بسبب واحدة من الناس اللي بتقتلهم ست الحسن، والناس اللي قتلتهم واحدة منهم هتكون بتنقط في البلاعة. وطبعا هيتم اكتشاف الأمر، والشرطة هتحفر البيت بالكامل وهتطلع الجثث، سعاد علي بدور زريخة، فاطمة الحسني في دور أم صبا، وآلاء شاكر في دور أم حصة. وطبعا أم حصة هيتم قتلها في الحلقات الجاية، وهيتم اكتشاف الأمر بعد ما في واحدة من الجثث هتنقط من البلاعة. وطبعا الضابط أحمد قبل كده كان عامل تحريات كتيرة جدا عن الأعشاب والوصفات اللي بياخدوها بعض الناس، وبعد كده بيحسوا بمشاكل صحية، وكمان هيتم تحليل الوصفات دي علشان نكتشف ان الوصفات دي في أجزاء منها من الدم، وده اللي هيتم كشف الجريمة. واحدة من اللي بتاخد الوصفات دي هتقول للضابط أحمد إن هي أخدت الوصفات دي من ست الحسن، وساعتها وبعدها هتدخل طبعا عندها البيت وهتفتش وهتكتشف وجود الجثث اللي كانت بتقتلها. هدى حسين بتتصدر الترند، وماغي بغصن بتعلق. تعالوا نشوف الفيديو. بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل ست الحسن اللي متكون من 8 حلقات واللي بيتم عرضه دلوقتي على منصة شاهد VIP، تصدر اسم الممثلة الكويتية هدى الحسين الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وده نظرا لتداول المتابعين مشاهد من المسلسل وتعليقات كتيرة بتشيد بأدائها وبقوة انطلاقتها. هدى حسين بتؤدي دور مجرمة في جو من الغموض والغرابة لتكتشف أسرار جديدة خلال الحلقات المقبلة. الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن علقت على المسلسل وباركت لهدى حسين وقالت لها ألف مبروك انطلاق عرض ست الحسن على شاهد، النجاح حليفك دايما لأنك محترفة لأبعد الحدود وما بتشبهي حالك بكل شخصية بتقدميها، مبروك إلك ولكل فريق العمل. المسلسل من بطولة هند بلوشي، حبيب غلوم، آلاء شاكر، وشيخة البدر، وسعاد علي، وهدى الغانم، وسعيد سالم، وحسن رجب، وسعاد علي، وكمان من إخراج باسم شعب، وتأليف محمد وعلي عبد الحليم شمس، ومن إنتاج إيغل فيلمز. المسلسل بتدور أحداثه حول قاتلة محترفة وهي ست الحسن. في البداية بتقوم بقتل عمتها زليخة، وبتبدأ تاخد منها الدم علشان تعمل وصفات طبية وتبيعها للناس. هنكتشف بعد كده إن الوصفات دي كانت في البداية بتخفف الناس، بعد كده هتسبب لهم مشاكل صحية كبيرة. والضابط أحمد بيحقق في الواقع، وللأسف كل مرة بيحاول إن هو يثبت التهمة على ست الحسن بتخرج منها زي الشعر، وكمان بتثبت له إن هي بعيد كل البعد عن جرائم القتل اللي بتحصل دي، رغم إن هي دايما بتبقى موضوع شبهات لكن بتخرج منها، وطبعا بيبقى ليها أكتر من حجة وأكتر من سبب وأكتر من شاهد يشهد لها إن هي بعيد عن كل الناس اللي بتموت دي. تم عرض حلقتين على شاهد VIP، وتصدرت هدى حسين الترند من بعدها، ومنتظرين باقي الحلقات. الحلقة الأولى والتانية ملخصهم موجودين عندي على القناة. والممثلة هدى حسين هي ممثلة عراقية تخلت عن جنسيتها العراقية حبا للكويت، عاشت في الكويت فترة طويلة بسبب الأعمال الفنية اللي بتقوم بيها، وهتفت ضد النظام العراقي. والفيديو بيخلص، وبنتمنى التوفيق لفنانتنا الجميلة هدى حسين، ومنتظرين منها كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو تاني، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزله. أشوفكم على خير، باي باي.